السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة. غادي نشوفوا اليوم ليكسيك دونك يونيتي 1 لا باج 14. دونك اليوم غادي نشوفوا لوتيليزاسيون دو ديكسيونير. لوتيليزاسيون دو ديكسيونير استعمال ديال الديكسيونير كيفاش غادي نستعمل المعجم كيفاش نستخدم ديكسيونير. دونك جوبسيرف اي جو ديكوف. دونك هنا عندي في هذه الصوره عندي صفحه من ان ديكسيونير داكوغ. غادي نمشيو نشوفو الاسئله نبداو بهم باش كومسا غادي تفهموا كلشي. كيسيون 1 او بيتو تروفي سو دوكيومون. هاد لو دوكيومون هذا فين غادي نلقاه؟ غنلقاه دون ان ديكسيونير. باش عرفتها؟ انا ديجا عارفه باللي الشكل ديال لي باج في ديكسيونير كيكونوا بحال هكا، ولكن اون بليس دو سا هنا مكتوبه ديكسيونير اشيت بنجامين صافي. دونك هنا ديجا مكتوبه السميه ديال الديكسيونير ديكسيونير باردون منين تخادت، وهنا كاينه لا باج 192. كيسيون 2 بار كوا كومونس تو لي مو اكسبليكي. باش كيبداو جميع الكلمات اللي كاينين في النص. دونك جميع الكلمات اللي كاينين في النص كيبداو لا شفنا اكسون 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 كاملين باش كيبداو ب اكسون. دونك شنو غادي نقولو؟ il commence tous par e accent. هنا on va dire dans un dictionnaire. صافي. alors dans un dictionnaire. question 3 le mot broderie se trouve-t-il dans cette page؟ واش هاد الكلمه ديال برودري واش كاينه في هاد سميتو؟ دونك نو لا. pourquoi؟ parce que elle ne commence pas par la lettre e. دونك هنا ما كاينش ليسباس فين نكتبها. تكتبش ما نكتبهاش لكم مي سبب. دونك علاش ما نلقاوهاش؟ parce que elle ne commence pas par la lettre e. ما كتبداش بالحرف e. هادو كاملين هنا كيبداو ب e. دونك وحده ما كتبداش ب او ما غنلقاهاش في هاد لاباج. يعني خاصني نمشي لواحد لاباج اخرى اللي خاصه بالحرف او. داكوغ. كيل ليتر فوتيل ريغاردي باردون بي ليكوم لا كيسيون. كيل ليتر فوتيل ريغاردي بور تروفي لو مو ايكول. شمن حرف خاصني نقلب عليه باش نلقى الكلمه ايكول؟ دونك il faut chercher la lettre e و سورتو لا لتر او اكسون. علاش؟ حيتاش في الديكسيونير اللي خاص تعرفوا ان كل حاجه مرتبه داكوغ. كل حاجه مرتبه بالحروف صافي. بنساليو هاد لاباج غنوريكم كيفاش تخدموا في ديكسيونير. كيسيون 5 ا كوا سير لو مو اون جون بلاسي او هو دو سو دوكيمون. دونك هاد لو مو علاش كيليق؟ دونك هاد لو مو اكليراج. اكليراج هو اكليراج هو الضوء. دونك هنا اكليراج اكلارسي دونك هاد الكلمة هادو كاملين الكلمات اللي مشروحين في هاد ماشي كاملين المهم تقريبا لا ماجوريتي ديالهم اغلبية ديالهم عندهم علاقة بداك الكلمة. دونك الكلمة اللي كتكون مكتوبة الفوق كتكون الكلمة اللي تقريبا المعنى ديالها سائد بزاف في هاد لاباج صافي. رونج سي مو باغ اوردر الفابيتيك. دونك هادو خاصني نرتبهم باغ اوردر الفابيتيك. اول وحدة هي ايكول حيتاش كتبدا ب او و E جات هي في الأوائل مثلا A B C D E F G H I J K L pardon A B C D E pardon ماشي أول وحدة إيكول وإنما D. دونك جو في متر دي بارونتيز هنا دي ريكتور. دونك ديريكتور هادي أول كلمة تبعها شنو؟ إيكول إيكول صافي. حداش A B C D E. شكون من بعد منا؟ كاينه بي وكاينه اس. الا شفنا في لي زالفابي غنلقاو بي هي الاولى. ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي. دونك كاينه بي هي الثالثه واخر وحده هي اس. دونك سور فيان صافي. دونك قال لك رتبوا لي سيلون لوردر الفابيتيك وهادشي اللي درنا. كنبداو باللولانيين ديما شنو كنراحتو شنو كنقارنو؟ كنقارنو الحرف الاول. دونك الحرف الاول من كل وحده كنقارنو وترتبوه ديك الساعه على حسب لي زالفابي. اونتور لي مو كي سون بلاسي افون ايكولي باردون دون لو ديكسيونير. هنا
اللي خاص تعرفوه هو ان في ديك السنه ملي كنبدا نقلب كنقلب اول حاجه على لا ليتر او، من وراها داكشي اللي غادي حتى هو بلوغدر الفابيتيك، مثلا كنلقى او سي ياك، مثلا هنا او سي تبع ال، هنا او سي ال 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 شنو تبع ال او سي ال تبع او صافي. دونك غادي بالترتيب باغ اوردر الفابيتيك في الحرف الاول وفي الحرف الثاني وفي الحرف الثالث حتى هو داكا. دونك هنا قال لك غادي نديرو دائره على الكلمه اللي كتكون قبل من كلمه ايكولي. دونك ايكولي كاينه او، هنا كاينين تمنين فيهم او، كاملين فيهم سي، كنلاحظوا بلي هاد فيها او، هادي ا، هادي ال، هادي او. واخ دونك شكون اللي كيجي في الاول في لي زالفابي؟ ا. دونك هادي جات قبل، هنا كاينه ال، شكون كيجي قبل، واش او ولا ال؟ ال. دونك غادي ندور على ال. دابا هادو بجوج فيهم او فحالهم، دونك شنو غادي نجي؟ غنجي نقارن الحرف الرابع ال، ال حتى هما فيهم ال، نجي نقارن لي من وراه، هنا كاينه او، هنا كاينه او، هنا كاينه اي، دونك هاد او كاينه قبل من اي، و او كاينه من وراهم، اذا هادي ما غاديش ندور عليها. دونك اللي فهمنا من هنا وانني من كنبغي نقلب واحد ديكتانه كنمشي بالترتيب بالنسبه للحرف الاول، الحرف الثاني، الحرف الثالث، الحرف الرابع اكسيتيرا، باش نعطيك كلمات كاملين في حركه ونقول لك رتبهم ليا، غتشوف الحرف الاول كاملين فيهم في حرف حال، نمشي للثاني كاملين في حرف حال، نمشي للثالث. دونك كاينه ا، اذا هذه هي الاولى حيت عليا، كاين هنا ال وهنا او، هنا او، هذه هي الثانيه. دابا هنا كاينه او او، نقارن الرابع ال و ال فحال فحال، دونك جو كومبار الحرف الخامس، دونك كاينه او وكاينه او، شكون اللي جا في الديكسيونير في لوغدر الفابيزيك قبل هي هذه، دونك كتبقى هذه اخر وحده صافي. دونك كوم سا كومون اون مي اون اوردر لي مو، هاد الاولانيه ساهلين صافي، كنقارن غير الحرف الاولاني، اما هنايا من كيكون الحرف الاولاني فحال فحال والثاني فحال فحال كنبقى غادي كنقارن، نقارن الثالث والرابع حتى كنلقى. اكري اون نون اون توت لتر لا سينيفيكاسيون دي زابريبياسيون سويفونت. دونك حاجه اخرى ملي كنكون قلب في ديكسيونير كنلقى لي زابريبياسيون، سميت ابريبياسيون، ابريبياسيون هي الاختصار، كنلقى حروف فحال هكا. دونك هادي هو الاختصار ديالاش ديال، دونك خاصكم تعقلوا عليهم، ديال فيرب. دونك فيرب، دونك ان فيرب عوض في الديكسيونير يبقاو ديما يكتبوا فيرب 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 صافي كيديروا في داكوغ. نشوف ان اكزامبل، دونك هنا ما كايناش حتى نوريها لكم في الديكسيونير. بالنسبه لان اف، دونك معنيتها نون فيمينا صافي. ان ام نو ماسكولا، شمنيت نو فيمينا ونو ماسكولا؟ نو فيمينا هو اسم مؤنث، نو ماسكولا هي اسم مذكر. شمنيت اس ايغريك ان هي سينونيم، دونك سي نو سينونيم صافي. بقات لينا وحده معنيتها ديتيرمينا، دونك دي تيغ مي نا صافي. دونك في الديكسيونير كاينين هاد لي زابريبياسيون اللي في الديكسيونير كامل ما تلقاهمش، ديما كيكتبوا كل مره فيغ 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 بلا نون فيمينا، نون فيمينا كلمه طويله، دونك ما غاديش تبقى تعاود كل نهار صافي، ماشي كل نهار باردون، وانما زعما هنا غادي يكتبوا ليا نون فيمينا، هنا نون فيمينا، نون فيمينا، لا صافي يكتبوا ان اف نون فيمينا، ان ام نون ماسكولا، في فيرب بوين صافي. جو ريتير، كيسكو جو ريتير ici dans un dictionnaire les mots sont rangés par ordre alphabétique. فواحد ديكسيونير الكلمات كيكونوا مرتبين selon l'ordre alphabétique d'accord. دونك غنوريكم دابا ديكسيونير باش تعرفوا. Donc voilà, par exemple, هنا عندي un dictionnaire. D'accord. Donc un dictionnaire. Je pense نفس ماشي نفسهم. Donc هذا Benjamin, CP, هذا Junior. D'accord. Donc نحل le dictionnaire par hasard. غادي تلقاو هنا tout d'abord. D'accord. شنو غادي نلقى هنايا؟ الحروف هنا
A, B, C, D, E, F, G, H. Donc نقد فوالا دابا سي ميو. اول حاجه تنبدا بها تنبدا بحرف A. دونك اول صفحه فيها حرف A ياد. دونك A كنلقى الكلمات غادي مثلا هنا A A تبعها B B تبعها A I هنا B تبعها A N دونك مرتبينهم باغ اوردر الفابيتيك. B S B تبعها D B تبعها E وحنا غاديين من غير هذا كنلقاو الكلمه اللي الفوق كتعبر لي على المعنى تقريبا ديال بزاف الكلمات اللي هنايا. من غير هذه حاجه اخرى اللي بغيت نشرح لكم وان هذه الكلمات هنا هذه الكلمات اللي هنا A B C D بلوتو الحروف من غادي تلقى هنا هذه بالغوص بحال هكا معنيتها هذه الكلمات اللي كنشوف دابا كاملين كيبداو ب A غنزيد بحال هكا دونك ولات B لي كوشي دونك هادو كاملين B. جو في انكور تورني دونك C دونك هذه الكلمات C نزيد دونك لا لتر I دونك حنا غاديين صافي غاديين بحسب الحروف. شنو اخر خاص تعرفوا فوالا دونك هنا نون ماسكولين ادجكتيف نون فيمينين دونك هنا ما دايرين ليهمش لابريفياسيون ديالهم. غادي نوريكم ان اوتر ديكسيونير باش تعرفوا بلي كاينين بزاف ديال ديفيرون تيب ديكسيونير. مثلا هذا فيه دي زيماج بالشرح وبكل شيء دونك سيلون لي نيفو داكوغ. نشوفوا ان اوتر ديكسيونير فوالا دونك هذا ان اوتر ديكسيونير لي شويه طالع في لو نيفو بارابور لاخر. دونك هنايا ما كنلقاش دي ديماج سي سورتو هكا دي ديفينيسيون كلمات مشروحين. وهنايا في كنلقاو ديك القضيه اللي شرحت لكم ديال في لابريفياسيون. دونك مثلا هنا هاد لو مو هنايا كنلقى حداه ان اف دونك نو فيمينا. مثلا هنا اغيمي حداها في دونك سي تان فيرب داكوغ. دونك كتلقاو بحال هكا مثلا بغيت نشوف لكم فين هي ادجكتيف دونك نون فيمينان نون فيمينان ماسكولان اوكي دونك فوالا. دونك هنا اريفي غنجي حدا غنلقى ادجكتيف. دونك ممكن نجي نقلب على واحد الكلمه مثلا كنقلب على اريمي اول حاجه غادي نعرف عليها بلي راه سي تان فيرب. ثاني حاجه عاد غادي نبدا نلقى الشروحات ديالها مثلا هنا كيعطيونا 1 2 دي فوا 3 4 يعني بلي هاد الكلمه راه عندها بزاف ديال المعاني على حسب لو كونتكست فين هي محطوطه صافي فوالا. نفس الحاجه كتلقى هكذا دونك غاديين على حسب الترتيب الفابيتيك سولون لوردر الفابيتيك. دونك نكملو جو روتين نكملو داكشي اللي بقالنا فيها. On effectue la recherche du mot dont on veut connaître le sens, par exemple école, en fonction de la première lettre. Donc, la première chose comme je le dis, c'est qu'on clique sur la E. Donc, je vais cliquer sur la E. Donc, la première chose, je vais cliquer. Donc, on a appelé A, B, C, D, E. Un gil E. Voilà. Donc, la première chose, peut-être la première page E. Chouette. Donc, la première page E, haya. On a besoin d'école. Après, on va voir la deuxième. الحرف الثاني دونك حنا الحرف الثاني هو سي دونك نمشيو بي 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 دونك هاي سي بدات سي بدات من هنا تابعه سي شنو خاصنا او دونك كاينه ا مزيان اش مازال نزيدو اش ال فوالا. دونك حنايا وصلنا للاو فين بدات او بدات هنا داكوغ. شنو من وراء او بغينا ال دونك نهبطو هاي ال فوالا ايكول. Donc là, école, c'est un nom féminin, établissement où l'on dispose un enseignement collectif de connaissances générales, etc. Donc il y a beaucoup de les définitions. Et comme ça, comment est-ce qu'on peut faire les mots dans un... Donc voilà, de cette façon, on peut faire les mots dans le dictionnaire. Donc la première lettre, la deuxième, la troisième, c'est qu'on peut faire école. Chaque mot est suivi de son genre. Donc il faut maintenant ni chercher le genre de l'ouche, c'est un verbe, c'est un nom féminin ou masculin, de sa nature, nous dialogue, d'une définition. Après, est-ce qu'il y a la définition qu'il faut maintenant ou d'un exemple. Après, qu'il y a un exemple, maintenant école, je trouve n'importe quel mot. Maintenant, là, compliqué, donc c'est un verbe, etc. Rendre confus,
difficiles à comprendre, etc. Donc, se créer des difficultés, des soucis inutiles. Donc, on a un exemple, se créer des difficultés. Donc, d'abord, un exemple. Quoi d'autre? Donc, et d'autres renseignements complémentaires. Des fois, la nature et le genre peuvent être donnés en abréviation. Donc, si je fais le dictionnaire, ou la nature ou le genre, ou le verbe, ou le masculin, ou le féminin, ou le nom, ou le féminin, ou le masculin, ou l'adjectif, des fois, en abréviation, je fais le dictionnaire. Le dictionnaire, la forme alquinage. Voilà, donc en résumé, je fais un dictionnaire. Je fais dans un dictionnaire que je suis par ordre alphabétique. Je fais quoi d'autre? Moi, je suis par ordre alphabétique. Les kanqalbou, la manière qui fait que je suis le premier lettre, après la deuxième, après la troisième. Les kanin des abréviations, les oumad rastak le lihom, les kalkahom dans quelques dictionnaires. Voilà, je vous remercie de la vidéo, c'est tout fait à bzaf. Je vous comme inchallah dans une nouvelle vidéo, je vous ferai la prochaine leçon liée à la grammaire. Donc à bientôt.